في كلام كتير عايز اتكلم فيه، بس لو هنقول خارج الفنيات وخارج الكلام وخارج كل حاجه، شايف اللقاء الجاي توصفه ازاي بقى بحسك الصحفي؟ شايف ايه الوصف هو للقاء مش الجاي؟ محتاج حس الصحفي بقدر ما هو محتاج حس الشارع وحس الجمهور. عارف انت مصطلح حياة او موت؟ ما احنا النهاردة الفرقة حطت نفسها في موقف لا يحصد عليه، يا تفوز وتكمل المشوار وتواصل المنافسة وتكسب وترجع افريقيا تانية اللي غايبة عننا بقالها سنوات طويلة جدا، يا اما تنتظر ما لا يحمد عقباه من الجمهور. ليه؟ انت النهاردة لما بدأنا دور المجموعات كان طبيعي جدا وقلنا ان كويس جدا ان القرعه خدمت الفرقه وهنبدا على ملعبنا في استاد القاهره نكسب الخطوه الاولانيه نكمل على خير باذن الله. طبعا جت نتيجه شباب بلوزداد اربكت الحسابات تماما، عندك نقطه واحده من مباراتين، اذا المباراه الثالثه لا تقبل اي نوع من انواع التهاون ولا حتى التعادل، يعني رغم ان التعادل هيبقى على الامال انما هو الفوز مطلوب. ليه الفوز مطلوب؟ لان احنا عندنا الترجي التونسي موجود بست نقط، عندنا شباب بلوزداد عنده ثلاث نقط، اذا المنافسه صعبه جدا. فالمباراه ديت بالمصطلح الجماهيري حياه او موت، اروح اموت نفسي على الثلاث نقط، اوضح من بدايه المباراه لاخرها للاعيبه تونس والجمهوره انا جاي عشان اكسب مش جاي عشان اتعادل، رغم ان التعادل مش ممكن بس يكون عايز مفيد. اوضح لتونس، انا عايز اوضح لافريقيا كلها. خلي بص انا ماشي مع الفرقه في دور المجموعات خطوه خطوه خطوه. خطوه، اخلص دور المجموعات اطلع دور الثمانيه اطلع قبل، هي دايما بتبقى البطولات الكبيره كده طبيعي جدا زي ما انت بتقول ان انا اوري افريقيا كلها. انا نادي هو فعلا الزمالك اللقاء الاول ده اللي اربك الحسابات، انا كنت فزت في اللقاء طبعا الاول كان هيديني دفعه افوز في اللقاء الثاني، يبقى هتلاقي الزمالك والترجي معاهم عارف، ست حتى نقاط، لو يبقى انت كنت حتى المتاريخ وشباب بلوزداد بعدوا بعدوا عن وخلاص، باين المنافسه ان كده خلاص. كده الزمالك والترجي اللي هيصعد. هي دايما الحسابات بتقول ايه في دور المجموعات؟ ان انت عندك ثلاث مباريات على ملعبك، تاخد التسع نقط انت بنسبة 80% في دور الثمانية. لما بنخسر تلت هذه الحسابات اللي هي ثلاث نقط من ماتش كامل ما بقاش قدامك غير ست نقط على ملعبك. مضطر ان انت لازم تقاتل على مباراتين على الاقل من الثلاثة التانيين ان انت هتكسب مباراتين وتتعادل في الثالثة عشان تتأهل الى دور المجموعات.